واحدة عندها 34 سنة، وهي طبعا شغالة في الدايت اللي هو في التنظيم الغذائي. She believes in importance of healthy style. لازم كل واحد يبقى له طريقة معينة في حياته من حيث الأكل الإكسرسايز. She was examined for cardiovascular response to exercise. يعني إحنا قسنا لأميرة سيستوليك ودايستوليك والهارت ريت والستروك فوليوم قبل الإكسرسايز وبعد الإكسرسايز. طبعا إحنا خليناها تمشي على تريد ميل اللي هي المشاية، تعمل مجهود لفترة معينة مثلا نص ساعة، وبعد كده قسنا القياسات الأربعة دول. السؤال الأولاني عايزين نشرح دور السيمباثاتيك in moderate exercise. كلنا عارفين إن السيمباثاتيك بيشتغل على SA node في الأول، طبعا ده normal action potential of SA node أو slow response. السيمباثاتيك بيوصلنا للفايرنج ليفل أسرع. الجزء المنقط ده تأثير السيمباثاتيك عن طريق إنه بيقفل البوتاسيوم channels ويفتح الصوديوم والكالسيوم channels. السيمباثاتيك بيسرع الكوندكشن من الاس اي نود للاي في نود، وبعد كده في الاي في باندلز رايت وليفت، وكمان هو بيمسك في ريسبتور على الول اوف ذا هارت، هو البيتا 1 ريسبتور، علشان كده هو بيزود الكونتراكتيليتي، غير ان هو بيسرع الكوندكتيفيتي، ومن البداية بيسرع الريزميزيتي. ده أهمية السيمباثاتيك. بس في حاجة مهمة لازم تعرفها، إن السيمباثاتيك بيزود مدة السيستول ويقلل في فترة الدايستول، ولكن السيمباثاتيك بيصلح الغلط ده إنه بيسرع الريت أوف فيلينج، بيرجع الكالسيوم مرة تانية للساركوبلازميك ريتيكولم عن طريق ان هو بيسرع الكالسيوم اتيبيز بامب. طب السؤال المهم، ايه دور الميتابولايتس ان مودريت اكسرسايز؟ كلنا عارفين لما بنجري بيتجمع ميتابولايتس زي مثلا سي او 2، زي لاكتيك اسيد، زي هيستامين، بروستاجلاندينز الى اخر ده. طبعا الميتابولايتس بتعمل فازو دايلاتيشن، فبتقلل التوتال بيريفرال ريزيستنس. كلنا عارفين من مذاكرتنا للسي في اس ان التوتال بيريفرال ريزيستنس هو اللي بيحدد الدايستوليك بريشر. علشان كده لو تبصوا معايا في السطر الثاني هتلاقوا ان ديورينج اكسرسايز الدايستوليك بريشر قل، كان 70 قل الى 60، ده نتيجة انه قل التوتال بيريفرال ريزيستنس. فاتكلمنا على ده. كومنت اون ذا فولوينج، مين ارتيريال بريشر؟ كلنا عارفين من النظري ان الافريج اورتيك بريشر بيساوي دايستوليك زائد تلت البلس بريشر اللي هو سيستول ناقص دايستول. وقلنا قبل كده ما ينفعش نجمع سيستول بلس دايستول على 2، لان ضغط السيستول والدايستول مختلفين ومدة كل بريشر فيهم في الكاردياك سايكل مختلفة. تعالوا نطبق من خلال الجدول ده. ميزة الجدول انك هتقدر تعمل من خلاله الحسابات. الدايستوليك في قبل الاكسرسايز كان 70 زائد تلت الفرق، الفرق اللي هو كام؟ 110 ناقص 70 يعني تلت الاربعين. تلت الاربعين 13 تقريبا، زائد 70 83 مليمتر مركري. ده قبل الاكسرسايز. طب انا لو عايز اقول during exercise الدايستول 60 زائد تلت الفرق، الفرق اللي هو 145 ناقص 60 تقريبا 85. تلت ال 85
او عشان نقولها بشكل بسيط شوية، تقريبا 18. طب 18 زائد 60 هتلاقي تقريبا كام؟ 78 مليمتر مركري. كده انا بقارن بين المين ارتيريال بريشر قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز. طيب لو اتكلمت على كاردياك اوت بوت، كلنا عارفين المعادلة بتاعته، هارت ريت تايمز ستروك فوليوم. قبل الاكسرسايز الهارت ريت كام؟ 75. طب والستروك فوليوم كام؟ 80. هنضرب 75 في 80. طب بعد الاكسرسايز هتلاقي ان الكاردياك اوتبوت بيساوي 130 في 110. طبعا لو جينا حسبنا الكاردياك اوتبوت في الاكسرسايز هنلاقي اعلى بكتير من قبل الاكسرسايز. طب ايه تفسير ان الكاردياك اوتبوت عالي؟ كاردياك اوتبوت بيساوي هارت ريت تايمز ستروك فوليوم. بص على الهارت ريت في الاكسرسايز 130 اعلى من قبل الاكسرسايز، يبقى الاتش ار عالي. بص على الستروك فوليوم في الاكسرسايز تلاقيه 110 اعلى من قبل الاكسرسايز، الاثنين بيزيدوا يبقى الكاردياك اوتبوت بتزيد. ولو ترجع للنظري effect of heart rate on cardiac output، قلنا لو زاد الهارت ريت من 100 الى 160 بيت هيزيد الكاردياك output. طيب pulse pressure هو الفرق بين سيستول ودايستول. في الاكسرسايز الفرق 85 وقبل الاكسرسايز الفرق 40. طب ده يا دكتور فادتنا في ايه؟ كل ما يزيد البالس بريشر ده معناه زيادة الستروك فوليوم. وفيديو قبل كده في الكيس قلت ان الستروك فوليوم دايركت بروبورشنال مع بالس بريشر. كل ما يزيد ستروك فوليوم هيزيد البالس بريشر، فيزيد على طول الكاردياك اوت بوت، ودي مهمة جدا جدا، فيزيد السيستوليك بريشر. اوعى تنسى كطالب في سنة اولى ان السيستوليك بريشر يعتمد على الستروك فوليوم. اما الدايستوليك بريشر احنا وضحنا انه في الاكسرسايز بيقل بسبب الفازو دايلاتيشن اللي قللت التوتال peripheral resistance. اخر جزئيه عايز اقولها، اني نوع من الكاردياك ريزيرف يستخدم؟ طلبه كتيره قالت لي هو الكاردياك ريزيرف ده انت قصدك بيه ايه؟ انا قصدي ability of the heart to increase cardiac output above the basal. يعني انا عايز احسب الكاردياك اوتبوت ده في الاكسرسايز وده الكارديك اوتبوت ديورينج ريست. لو جينا حسبنا الكارديك اوتبوت ديورينج ريست والكارديك اوتبوت ديورينج اكسرسايز وطرحناهم من بعض، عايز اشوف يا ترى الزياده في الكارديك اوتبوت كام؟ هتلاقي تقريبا الزياده 14 لتر. ده الكارديك ريزيرف. هتقولي طب والرقم ده يهمني في ايه؟ ارجع للنظري، الهارت يقدر يعتمد على نفسه ويزود الكاردياك اوتبوت من 5 الى 12 لتر، ودي بنسميها البيرميسيف ليميت، الحدود المسموح بيها. طب لو عايز يزود اكتر من 12 لتر بسميها beyond the permissive level، وبالتالي هو ده الشورت تيرم cardiac reserve. كلنا عارفين من النظري cardiac reserve ليه two mechanisms، ميكانيزم short term و long term. long term
في الهارت فيلير، مش في الكيس دي. الشورت تيرم ديورينج ريست او اكسرسايز، كده انت عديت ال 12 لتر، يبقى انت اجابه الكامله في التايب اوف كاردياك ريزيرف. شورت تيرم بيوند بيرميسيف ليفل كاردياك ريزيرف.